اهلا بيكم في حلقه جديده مميزه مفيده من قناه مع بعضينا، وهنعرف ليه مميزه وليه مفيده واحنا شغالين وبنتكلم عن موضوع الحلقه. فيلا بينا نبدا مع بعضينا. هنحتاج ماسوره بلاستيك سمك 4 بوصه وبارتفاع 30 سنتي، وهنبتدي نرسم عليها اشكال عشوائيه جنب بعض. بنحدد الاول 2 سنتي تقريبا من الطرفين عشان ما نرسمش فيهم يعني، ونبدا بقى السرياليه. بنرسم خلايا الاميبا وهي بتتصارع على الطحالب، اي اشكال، المهم نملى الاسطوانه بالكامل. تمام كده، رسمنا كل الاسطوانه. احنا كده بقى بنروح نجيب البرنس. تعرفين انا بحب اسمي كل اداه باسم، ودريمل 4000 انا مسميه البرنس. ده دريمل 4000 عريس الليله، اكتر اداه ينفع نعمل بيها مشروع مستقل كامل ويدينا نتائج احترافيه كمان، سواء نستعمله زي ما هو او نركب له الخرطوم اللي بيخليني اتحكم ادق. بالنسبة للبنطة اللي هنستعملها النهاردة، ممكن نستعمل السلاح رقم 562 والمخصص لقص السيراميك، أو السلاح رقم 561 والمخصص لقص الجبسون بورد، أو حتى نقدر نستعمل قرص قص الأخشاب اللي كنا اتكلمنا عنه، لأن المواسير دي خفيفة وممكن نقصها بالسلاح ده عادي، لكن أنا هستعمل البنطة دي لأنها الأفضل في رأيي. طريقة تركيب الخرطوم بتكون إننا بنفك رقبة وجلبة الدريمل نفسه، بندخل الواير في الجلبة الصغيرة، نقفل عليها كويس، وبنركب بقى البنطة في طرف الخرطوم في الجلبة الخارجية ونقفل برضو عليه كويس. طبعا الأفضل إننا نستعمل العلاقة الخاصة بالدريمل، بنركبها على طرف البنك وبنعلق عليها الدريمل، كده أفضل وأأمن للشغل. قبل بقى ما نشتغل بنراعي وسائل الأمان، وهي نظارة الحماية، لأن رايش البلاستيك غلس وبيطير وممكن يسبب مشاكل. نبتدي بقى بسم الله نشيل كل الأميبا أو الأشكال العشوائية اللي عملناها. البنطة بتاكل في البلاستيك زي الفل، نسيبها بقى تاكل بالهنا والشفا. فكرة الأباجورة بالمواسير دي فكرة شهيرة جدا، لكنها تنفع وبشدة تكون مشروع مربح لأي حد بيفكر يعمل مشروع من البيت. الموضوع مش مكلف وبيحتاج فقط لبعض الفن مع جهاز دريمل، عشان كده قلنا الفيديو مفيد ومميز، لكن هيبقى مفيد أكتر لو هتدعم قناتك وقناتنا بالدعم اللي نستحقه عشان نستمر ونقدم لكم المحتوى اللي بتحبوه. فما تنساش بقى اللايك المتين والشير الرزين، وطبعا الكومنت احلى حاجة ممكن تهدينا بيها. تمام كده، خلصنا كل الاشكال العشوائية ودي نتيجة العدوان. بعد كده بقى بنستعمل الصنفرة الخاصة بدريمل، الكبيرة والصغيرة، الخشنة في الاول طبعا، وبعدين الدرجة الانعم في اننا ننظف كل الاشكال والقصات اللي عملناها. بنشيل السلاح وبنركب الصنفرة ونبدأ على بركة الله. كنا قدمنا حلقة قبل كده على طريقة عمل صنفرة دريمل، هبقى أسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. بعد كده بقى بصنفرة ناعمة هنبدأ نصنفر كويس جدا الماسورة من بره ومن جوه، نشيل كل الرايش وخطوط القلم الرصاص. الله ينور يا عمدة، هنضف بقى وارجع لكم. دي كده الماسورة، وهنحتاج قطعة خشب 18 مللي مثلا، هنحط عليها الماسورة ونرسم محيط الدايرة من جوه بالقلم الفلوماستر. تمام كده رسمنا، هوب اتقصت وطلعت معانا دايرة زي الفل. طبعا استعملت منشار الاركن.
هنحتاج كمان لأي قطعة من البواقي. دي خشبة كانت طلعت معايا من فيديو قبل كده، حد فاكر الفيديو اللي طلعت منه القطعة دي ايه؟ هستنى تعليقاتكم. بنقص بقى الخشبة دي ونطلع منها الحتة النظيفة. تمام كده، أعصر السرعة وكمان زبطتها وخليتها بشكل ثماني الأضلاع. هنعمل بقى فيها ثقب في النص وثقب يقابله في الجنب عشان نبقى نعدي منه السلك. طبعا هنستعمل بونطة مناسبة ونبدأ التخريم. نجرب كده نعدي السلك. تمام، نديها بقى لون مهوجني او نقدر نسيبها زي ما هي، وبعد ما ينشف نبقى نديها وش ورنيش لميه عشان الشياكه ونسيبها تنشف شويتين. تمام كده القاعده نشفت، هنبقى نركب فيها الدايره الخشب والدويل هنثبته هنا كده، ولازم نستعمل لمبه الاي دي عشان ما بتسخنش، وزرار بلحه بقى نبقى نركبه في السلك عشان نطفي منه وننور. كده ركبت الزرار، نجرب. الله ينور يا عمدة. بالنسبة بقى للماسورة نقدر نحط جواها ورق كرتون أبيض خفيف، نلف كده حتة مقاس مناسب وندخلها جوه الماسورة ونركبها مكانها. نجرب شكلها. طب والله حلوة. وطبعا نقدر نغير بقى الكرتون الأبيض بأي لون تاني، أصفر مثلا، أو نقدر طبعا نحط ورق هدايا غامق مثلا فوق الكرتون الأبيض. العب. ونقدر نحط ورق هدايا فاتح فوق الكرتون الاصفر. كل شكل ولون هيكون له دلاله بقى، وانتوا عارفين سحر الالوان. هسيبكم بقى مع لفه كده لكل اشكال الاباجوره في النور وفي الضلمه وفي كل الاشكال، وتقدر بقى انت تبدع وتعمل العجب. انتوا عارفين احنا مش بنطلب منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم. كالعاده مش هحصيكم على لايك وشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.